جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول أو سائلة تقول: هل يجوز طواف المرأة لابسة القفازين والشراب؟ وهل هناك فرق بين طواف العمرة؟ تطوف المرأة لابسة القفازين والشراب، هذا أحسن، أستر لها، إلا إذا كانت محرمة فإنها لا تلبس القفازين، أما الشراب تلبسها سواء كانت محرمة أو غير محرمة، لأن هذا أستر لها. نعم.